بسم الله الرحمن الرحيم. ويلكم من جديد سيرت طلاب مدرسه الشمال الثانويه. معاكم مصر اللغه الانجليزيه النهارده، وهنبدا درس يهم سنه اولى ثانوي وثانيه وثالثه، وهو درس الريبورتد سبيتش اللي هو الكلام المنقول والكلام غير مباشر. طبعا الدرس الجديد درسناه في ابتدائي واعدادي وثانوي، يمكن في سنه واكثر وعليها اكثر، وهو ازاي ننقل كلام حد غير شخص ثاني من طريقنا احنا. يعني انا اتكلمت بشخص معين وانت سمعت الكلام ده تنقل لحد تاني، ده بنسميه ريبورتد سبيتش، عن الكلام المنقول او الكلام اللي غير مباشر. عندنا ثلاث انواع. اول شيء ريبورتد ستيتمنت، وهي الجمل المنقوله، الجمل الخبريه العاديه. وعندنا نوع ثاني اللي هو ريبورتد كويستشنز، وهو الاسئله، زي ننقل الاسئله ونخليها ريبورتد. وعندنا ريبورتد كويستشنز اللي هي الجمله الطلبيه اللي فيها امر او طلب او نصيحه او كده. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن هاو تو ريبورت ستيتمنت، ازاي ننقل الجمل الخبريه اللي فيها مجرد خبر وتنتهي بنقطه مش علامه استفهام وما فيهاش طلب ولا اي شيء. انا عندي ست خطوات رئيسيه، 6 ستيبس. الخطوه الاولى دايما ببدا بالسبجكت اللي هو الفاعل اللي قال الكلام، بعدين بحول فعل القول بطريقه معينه. فلو كان فعل القول ما فيهوش مفعول زي مثلا say او says او said بيفضل زي ما هو، لكن لو كان في مفعول في الجملة say to بيتحول مثلا ل tell، مش لازم tell تحديدا، ممكن أي فعل يسويها يعني. says to بيتحول ل tells مثلا، said to بتبقى told. بعدين خطوة رقم ثلاثة مهمة جدا، لازم أقوم بعملية حذف الأقواس، بنسميها بالإنجليزي convert comments. الكومنت لازم تتحذف لأن تولد بس في الجملة المباشرة، إنما الجملة الغير مباشرة تبقى جملة عادية فبنحذف الأقواس. وبعدين مع الجملة الخبرية بنحط كلمة ذات اللي ممكن نستغنى عنها أحيانا. رقم أربعة، لازم طبعا we should change pronouns، غير الضمائر عشان تناسب مع معنى الجملة. فأنا بتكلم عن نفسي بقول I، فطبيعي لما تتكلم أنت عني تقول هي، أتكلم مؤنث تقول I تقولها شي وهكذا. بعد رقم خمسة احنا بنغير change tenses، بنغير الأزمنة بما يتناسب مع المعنى. وتغيير الزمن دي طريقة بقول عنها دايما الرجوع خطوة للخلف، يعني لو أنا بتكلم في المضارع لازم أحول إلى ماضي، ومثل الفرع البسيط هيبقى ماضي بسيط، الماضي البسيط مثلا الفرع المستمر هيبقى ماضي مستمر، الفرع التام هيبقى ماضي تام وهكذا. بعدين عندي change adverbs of time and place، بنغير فيها ظروف الزمان والمكان بما يتناسب مع معنى الجمله برضه، يعني مثلا كلمه زي كلمه now تبقى then، كلمه زي كلمه today تبقى that day، yesterday تبقى the day before. واعتقد الفكره موجوده عندكم من ايام اعداد الجمله. هناخد some examples عشان نفهم القصه ماشيه ازاي. أنا عندي جملة أولى بتقول إيه؟ عمر said to me I'm going to Mania now. عمر said to me I'm going to Mania now. دي جملة خبرية وجملة مباشرة عادية، واضح جدا من وجود الأقواس ومن وجود عدم مفيش أي تغيير في الجملة. لما أحب أغير الجملة دي من جملة خبرية مباشرة لجملة غير مباشرة بمشي على خطوات خطوة خطوة. إحنا قلنا الخطوة الأولى ببدا بالفاعل اللي هو مين هنا؟ اللي هو عمر، فنزلت عمر زي ما هو الخطوه رقم واحد. بعدين بحول فعل القول، مثلا عندي سيت تو، اشوف التحولات هنا، هذه سيت تو تتحول الى طولد او اي فعل يتناسب مع المعنى، فهنا سيت تو هي طولد، المفعول به مين زي ما هو. بعدين اكيد حذفت الاقواس الكونفرت كومنت حذف اللي هو، بعدين ربطت الكلمه ذات اللي ممكن برضه استغنى عنها ما خدهاش، بقت عمر طولد مي ذات. خد بالك هو قال اي، عمر بيتكلم عن نفسه، لما احولها انا تبقى مين؟ هتبقى هو، بقت هي، يبقى عمر طولد مي ذات هي. الزمن هنا كان مضارع مستمر I'm going to، فتحول الى ماضي مستمر هيبقى was going to. I'm going to Mania، he was going to Mania. وكلمه now طبعا بتدل على الان وهي ظرف، فنحولها الى كلمه ايه؟ then، فتبقى جمله معانا عمر طولد مي that he was going to Mania then. طيب another example، سدان علي said، هنا مفيش مفعول في الجمله خلي بالك، علي said my son نور، ابني نور will visit his aunt tonight، يعني هزور عمته ايه الليله دي. تحول ازاي بقى؟ اللي علي كان فاعل ايه الكلام فقط رقم واحد، بعدين said بتزيد زي ما هي اللي مفيش مفعول معاها، بعدين كالعاده حذفت الاقواس حطيت الرابط ذات. بعدين ماي سان، علي بيتكلم عن ابنه هو، تحول الى هيز سان، ونور زي ما هو الاسم فاضل زي ما هو، ويل فيزيت
طبيعي ان وين تتحول الى وود، فتبقى مور ويل فيزيتد، مور وود فيزيتد. هيز انت هنا مش غير الضمير، انا بتكلم برضه عن مور، وكلمه تو نايت بتتحول الى كلمه ذات نايت. ذات نايت بالجمله الجديده، علي سيد ذات هيز سان مور وود فيزيت هيز انت ذات نايت. ده مثال بسيط على الجمله الخبريه، لكن في مثال ثالث. مثال ثالث ممكن ناخذ مثال ثالث لو كنا على سبيل المثال، الزمن كان اصلا ماضي، يعني بنقول مثلا نهى ست تو علا اي بلاي تشيس يسترداي. غيرنا الزمن هنا بقى الزمن ماضي بسيط. طبعا في معلومه معروفه ان زمن الماضي البسيط ممكن يظل كما هو او ممكن يتغير لزمن الماضي الثاني. فيبقى الحل ازاي؟ هتبقى نهى ده الفاعل، نهى ستو خلاص عرفنا تبقى ايه؟ تولد. والمفعول به مين هنا؟ علا. وبحسب الاقواس وبحط ذات وبنأكد على ان ذات ممكن الاستغناء عنها. اي هنا تعود على نهى فيبقى الكلام على شيء. وبلاي فعل في الماضي البسيط قد يظل كما هو وممكن يتغير لزمن الماضي التام، فيبقى had played chess. وكلمة يصر دي طالما غيرت الزمن يبقى لازم اغير الكلمة، لو كنت ثبت الزمن كنت سبت الكلمة كما هي، فانا غيرت الماضي التام يبقى لازم تحول يصر دي الى كلمة مثلا the day before، او في تحويل تاني ممكن تتحول لكلمة the previous day وهكذا. فانا حولت برضو مين الكلمة، ان انا حولت الزمن. طبعا دي القاعدة الرئيسية للمباشر وغير المباشر، لكن في حالات خاصة ان شاء الله بنتناولها في درس اخر او فيديو تاني قريب، بس عشان خاطر حجم الفيديو نفسه هنكتفي بهذا القدر. شكرا لكم ورب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.